واهلا وسهلا بك عزيزي الطالب الى الحلقة الأولى من حلقات المدرسة النموذجية الخاصة بمادة العلوم للصف الأول الأساسي فاهلا وسهلا بك. ماذا سوف نعرف في الدرس الأول من الوحدة الأولى؟ سوف نتكلم عن أجسامنا، سوف نتكلم عن الاجسام. هذا هو الجسم وسوف نعرف المزيد. ماذا ترى في الصورة؟ جسم جسم يتكون من رأس رأس يتكون من رأس والشيء الثاني جذع والشيء الثالث أطراف طالب نجيب أجسامنا تتكون من ثلاثة أجزاء: الرأس والجذع والأطراف، يوجد تشابه بين أجسامنا وبين كل هؤلاء الناس الموجودين، ما هو التشابه بين الناس؟ سوف نعرفه الآن، التشابه يكون في الرأس. والجذع والاطراف فكل الناس يملكون الراس كما ترى في الصوره وجذع كما ترى في الصوره واطراف كما يوجد تشابه بين اجسام البشر يوجد كذلك اختلاف يوجد اختلاف اي انهم لا يتشابهون ما هو الاختلاف بين الأجسام؟ نتابع الصورة: نرى هنا نحيف، نحيف، وهنا سمين، سمين، وماذا نرى أيضا؟ نرى طويل ونرى قصير، إذاً الاختلاف في أجسامنا يكون بين نحيف كما نرى في الصورة- وسم وكذلك طويل وقصير مرة أخرى أجزاء جسمي هي الرأس صحيح وجذع ممتاز جذع وأيضا أطراف أطراف والاطراف كي يسهل عليك هما اليدان والرجلان اليدان والرجلان ننتقل تتشابه اجسامنا في راس جذع واطراف ممتاز وماذا ايضا تختلف اجسامنا في الطول تختلف في الطول فيوجد طويل طويل وقصير طويل وقصير ونختلف كذلك في الحجم فهناك سمين سمين ونحيف اجزاء الجسم الرئيسيه هي الراس جذع وأطراف، الأجسام تتشابه في الأجزاء الرئيسية وهي الرأس، الجذع، والأطراف، أجسامنا تختلف في الحجم، في الحجم فهناك سمين وهناك نحيف، وتختلف في الطول، فهناك طويل، وهناك قصير انتهى الدرس الأول وسوف ننتقل معا إلى الدرس الثاني يا ترى هل تستطيعون تخمين ما هو اسم الدرس الثاني؟ مم. أنا أعرف أنكم طلاب النجباء وأنتم تعرفون ما هو اسم الدرس الثاني آه جيد نعم إنه رأسي صحيح طالما أننا تكلمنا عن أجزاء الجسم أنها تتكون من الرأس، فإن الدرس الثاني سوف يكون رأسي. رأسي، ماذا نرى في الصورة؟ مم. رأس، ما هذا؟ الرأس، ما هي أعضاء الرأس الخارجية؟ تعلمتم صح؟ نعم، ما هو أو ما هي هذه الأعضاء؟ أعضاء الرأس، أعضاء الرأس هي أذن أذن كما نرى في الصورة، إلى أين يشير السهم؟ إنه يشير إلى الأذن، هذه أذن، ممتاز، وماذا أيضا؟ أنف، هذا أنف، نتتبع السهم، نتتبع السهم، وهذا هو أنف أنف، أيضا، وماذا أيضا؟ هناك فم فم، نتتبع السهم، هذا فم، فم، وأيضا هناك عين، عين، وسوف نتتبع السهم لنعرف أن هذه عين، ما هذه عين؟ مرة أخرى، ما هذا الشكل الموجود؟ رأس، ما هو رأس؟ هذا رأسي، رأسي. ما هو السلوك السليم لحماية الرأس؟ بلبس خوذة الرأس أو بدون لبس الخوذة؟ لا هذا هو الصحيح لأنني لا يجب أن أحمي رأسي، وماذا أيضا في أشعة الشمس؟ هل أكون أو هل ألبس القبعة أو بدون قبعة؟ هذا هو السلوك الصحيح كي أحمي رأسي. مرة أخرى أيها الطالب النجيب، أريد منك أن تتابعني وتردّد معي، أعضاء رأسي الخارجية هي، أعضاء رأسي الخارجية هي: أذن، أذن، عين، عين، أنف، أنف، وفم، فم. مرة أخرى، أعضاء رأسي الخارجية هي اذن اذن عين عين انف انف وفم مره اخري اعضاء راسي الخارجيه هي أذن، عين، أنف، وفم، أحمي رأسي من الأخطار، أحمي رأسي من الأخطار ومن حرارة الشمس، فنحن كما تعلم أيها الطالب النجيب يجب أن نحافظ على أجسامنا، لأنها هي التي تمكّننا من العيش بشكل سليم. هل تتابعون معي؟ هيا معا ما هو العضو الناقص الموجود في الصورة؟ عين عين إذا سوف أقوم برسم العين رجاء لا تضحكوا علي فأنا لا أستطيع إجادة الرسم عين ما هو العضو الناقص هنا؟ فم فم سوف أحاول رسم فم جميل فم رجاءً لا تكثروا الضحك عليّ. فم فم مم. ما هو العضو الناقص؟ ما هو ما هو؟ صحيح أنف أنف. مم. ما هو العضو الناقص هنا؟ نعم إنه أذن أذن وإذا كانت اثنتين فنقول أذنان أذنان. جيد لقد رسمت الأعضاء الناقصة مرة أخرى، سوف أكرر عليكم هذه الأعضاء: عين، وماذا أيضاً؟ فم، وماذا؟ أنف، وأيضاً أذن، صحيح، نعم لقد اجتزنا هذه الصفحة بنجاح، أرسم العضو الناقص وأسميه، لقد رسموا عني هنا، نعم العين 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 وهنا الفم الفم وهنا الأنف 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 وهنا الأذن الأذن لقد أتممناها بنجاح. أبناء الطلاب وبنات الطالبات أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس وأن تكونوا قد تعلمتم كل هذه المصطلحات العلمية الجديدة إلى اللقاء في درس جديد